السلام عليكم الكرام ايها الاخوه الحضور، السلام قلبي القريب عشرة العمر تمادى في خطا مو غريبة يضمد جراحك غريب الوفي غير الوفا شنهو هلا هلا ابو عبد العزيز. لا لا الوقت مو متاخر ولا شيء، انا توني راجع البيت. طيب كويس، انا بعد ابيك في موضوع مهم. زين اجل نتقابل بكره ان شاء الله. مع السلامه. كل هذا نوم؟ قومي قومي، عارف انك صاحي، قومي علمينا وش صار معك. ايش فيك يا عساف؟
الأخبار عن بيت أخوك راضي؟ ما في شيء جديد. يعني كل هالقعدة والسوالف ولا قدرتي تعرفين شيء؟ ما قدرت. زين نامي نامي، نامت عليك ماني بقايل. على فكرة عساف، فعلا في موضوع مهم حصل اليوم في بيت أخوك راضي. ايه كذا كذا طلعي الأخبار المهمة. يمكن اللي بقوله مو بمهم، بس في ضيفة جت عليهم من سوريا. هذا الخبر المهم. لحظة، الحين يجيك العلم. هذه الضيفة تقول انها شريكة راضي في مصنع سوريا. شو؟ شو تقولين؟ حرمة شريكة راضي؟ ما خلصنا من حمزة هالحين؟ طلع لنا وجه جديد؟ وينها في ذا الضيفة؟ بيتهم في سوريا، وإذا قصدك هني قاعدة في فندق مع أخوها. وفي أي فندق؟ عاد هذا الشيء أنا ما أدري عنه. تصبح على خير. أستاذ حمزة؟ أنا زيادة، أكيد زيادة تسأل عني. هياك تعال. هياك سريع. يا هلا وسهلا. شو تحب تشرب؟ أستاذ حمزة أنت من هو؟ برينك فور أس تو أورنجز. يا هلا زين. عامر أنا الحين تحت أمرك، اسأل إيش تبي؟ أنا ودي أسألك سؤال واحد، أنت من هو؟ أنا حمزة عبد الهادي، كويتي الجنسية، صاحب مجموعة شركات الهادي، ولي نشاط تجاري بأكثر من دولة. ما شاء الله عليك يا أستاذ حمزة، شركاتك شركات نصب عالمية. أستاذ زياد، أنت ممكن تتأكد من كلامي ببساطة من غير ما تفكر لا كذي ولا كذي. أنا ما أقصد شيء يا أستاذ حمزة. حتى لو كنت أقصد، أنا أريحك، أنا جاي علشان لي حق عند راضي، ولا هذا الشيء يزعلك؟ إذا كان لك حق تبي تاخذه، بس اللي عرفه أن نشاط عمي راضي بالنسيج والسجاد، وأنت نشاطك بعيد تماماً عن نشاط عمي راضي، مثل ما فهمت منك. وشلون صار لك ذا الحق؟ الورق، ثبوتيات، الشرع والقانون يثبت حقي؟ أنا أدري، أدري أن معك أوراق وثبوتيات تثبت حقك، بس وشلون صار لك ذا الحق؟ وشلون جاك؟ أعتقد إذا قلت لك، وهذا الشيء ما يزعلك على ما أعتقد، إذا قلت لك إن أنا بوسع نشاطي ومن حقي إن أنا أشارك أي واحد، وشاركت راضي. توسع نشاطك ما حد يقدر يمنعك، هذا حقك، لكن تتلصص علينا وتراقب تحركاتنا، الظاهر هذا مو بتوسيع في نشاط تجاري، هذا إفراط في النشاط الرياضي. أستاذ زياد لو سمحت. أنت اللي لو سمحت يا أستاذ حمزة، وبلاش تلاحقنا من مكان لمكان. إذا كان لك حق رخذه بالنظام. أنت لما تتعرف علي زين راح تغير وجهة نظرك في اللي تقوله. الظاهر إني فعلاً أبى أغير وجهة نظري فيك وفي اللي راح تقوله. على المهم شكراً على العصير. خذ الجوسي. ما في عندنا أي أوراق أو معاملات أو فاكسات تدل على أن في تعاون بينك وبين راضي.
زين وبعدين؟ إذا كنت بطلبيات جديدة فإحنا آسفين، ما نستقبل طلبيات جديدة. ليش؟ لأني أبي أخلص الاتفاقيات القديمة اللي على أيام راضي، حتى لا تسبب في خسارة للشركة. بعد كذا أبي أبيع الممتلكات والعقارات وأعطي ورثة أخوي حقه. طيب مو من الأفضل أنك تستثمر عمل أخوك لصالح عياله وتحتفظ باسم الشركة الكبير اللي صنع لنفسه خلال هالسنوات هذه اللي راحت؟ هذولي بنات آخرتهم بيتزوجون وكل واحدة تروح بيت زوجها، وبالنسبة لأمهم تاخذ حقها وتروح لبيت أبوها ولا تتزوج، وأنا مالي اختصاص لا بالآلات ولا بالنسيج. طيب ليش ما تستثمر كل الأموال لنفسك وتعطي بنات أخوك حقهم؟ أستاذ حمزة، أنت جاي تعقد معي صفقة ولا تعلمني شلون أعيش حياتي؟ معك حق، أنا آسف. اسمع، يا ريت ما عدت تحوم حولي، وبعدين الشركة هذه يا ريت ما عدت تدخلها، دخلتك علي هنا توترني وممكن تخليني أفقد أعصابي. أحذرك، أسامة قل لي، ما لقيتوا أي ملفات أو أوراق المصنع سوريا؟ للأسف ما لقينا أي شيء. طيب هذا وش اسمه اللي كلمني من سوريا؟ اسمه فارس حماد، والحقيقة نسيت أقول لك، جان المكتب من كم يوم. جان المكتب؟ كان بعنوان بيت العمراضي. ولا قلت لي يا أسامة؟ قال لي إنه بيعزي ونسيت أقول لك. مصنع سوريا جزء من أملاك وحلال أخوي راضي، موضوع ما ينسي، لكن هذه الظاهر إنها جزء من المؤامرة اللي قاعد تسويها أنت وزياد علي، بس بسيطة، أنا عارف شلون أتصرف. أنا كلمت خالتك أصايل يا ولدي وما عندها إيمانة، لكن تبي تكلم عم البنات. عساف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الطيب عن ذكره، تونا بسيرتك يا ولدي. عسى ما حشيتوا فيني بس. لا بالعلم الطيب يا عساف. زين انكم مجتمعين يا ابو عبد العزيز، عندي لك موضوع مهم وعندي موضوع زياد بعد. وأنا بعد عندي لك موضوع مهم ولا نستغني عن آرائك. تفضل. زياد خطب وعد من أخوك راضي رحمة الله عليه، وراضي وافق على الخطبة، لكن الموت سبقنا على راضي والموت حق علينا يا ولدي. يعني راضي كان موافق على الخطبة؟ هذا اللي صار يا ولدي. ولولا وفاة الحبيب راضي الله يرحمه كان من زمان تممنا الموضوع. ليش لا؟ وين نبي نلقى أحسن من ولد زياد؟ بس أعتقد أن الوقت ما هو بمناسب، يعني أخوي ما صار له إلا شهور توفي، تبوني أوافق لكم على خطبة بنته؟ وش تبون الناس تسوي فيني؟ تبون الناس تاكل وجهي؟ وبعدين وين بتروحي؟ هذا هي موجودة، إلى جاء نصيبها بتروح مع راعي النصيب. على كل حال شكرا يا عساف وما قصرت، احنا نستاذنكم. وين يا ابو زياد؟ انا الحقيقه الاجتماع هذا مهم بالنسبه لي وابيك تحضرنا. تفضل استريح. الحقيقه انا لي طلب عند العم ابو عبد العزيز، واتمنى انه ما يردني خايب. اذا نقدر عليه ليش لا يا ولدي؟ الحقيقه بوجود هالصحبه الطيبه ابي اتقدم واطلب يد بنتك. بنتي؟ أنا ما عندي بنات للزواج يا عساف. إلا عندك أرملة أخوي راضي. أصايل؟ الله أصايل يا أبو زياد، وأعتقد أن الزواج له بعيب ولا حرام. أظن هذا الوقت مناسب حق طلب الزواج، متوك رافض طلب ولدنا زياد وقلنا ما يخالف نأجل الموضوع بعد شوي. لا الله يطول لي عمرك،
الموضوع هنا يختلف. والأرملة زواجها واجب، خصوصا إذا كان في بنات يبي لهم رعاية، وأنا ماني بغريب، أنا عم البنات. وبعدين أعتقد أن أصايل خلصت عدتها وتقدر تزوج. يا عساف لا تأخذني بصيحتك، أنت ريال بتيوز من بنت خالتك وموعد أكبر منك. السن ما هو بمشكلة أبو عبد العزيز، وبالنسبة لنجود تبي تظل معي. ومشاعرها، مشاعر زوجتك، أنت قلت لها أنك ناوي تتجوز عليها؟ أنا ماني مضطر أخذ رأي أحد لو بغيتها تتزوج. ها؟ مش قلت؟ مش رأيك؟ ما أقدر أقول شيء، الرأي صاحبة الرأي. هي ليش لا؟ اسأل بنتك وخذ رأيها، إذا وافقت فهي حكمت عقلها، وإذا ما وافقت أنا أوعدك يا أبو عبد العزيز أن كل واحد منا يروح في طريقه. أنا أذركم. هونه وتهون يا أخوي أبو عبد العزيز، واللي كاتبه الله يبي يصير. يلا يا زياد يا ولدي، ما الله. على فكرة يا زياد، يا ليت تشوف لك شركة ثانية غير شركتنا. أنا نويت أصرف الموظفين وبيع الممتلكات كلها. ما قصرت يا عساف يا ولد أحمد، اللي ما كانت تطلع منه الشينة. يلا يا زياد. ما تقول ايش تبي؟ ابي حقي. حقك؟ ليه لك حق عندنا؟ حقي كبير يا عساف. مر وقت كتير كبير يا جمانة، ولهلأ ما حدا رد علينا. وبصراحة أنا لهلأ ماني عارفان أنت على شو ناوية، وهالجي هاي كلها ما كان إلى طعمي. يعني أنت بدك ياني اسكت على حقي مع أنك أخي الوحيد والمفروض أنه أنت تدور لي على حقي؟ يا جمانة، راضي ما كان مخليكي ناقصك شي، وإلك نصيبك بالمصنع بالشام. نصيبي بالمصنع بسوريا مكتوب باسمي، يعني أنا شريكة بالمصنع، بس أنا إلي حق تاني شرعي يلي هو التمن. انت غلطت بحق راضي كتير يا جمانة. ماني فهمانة. لا انت فاهمي، راضي كان حريص على انه ما حدا يعرف بقصة زواجكم، وخصوصا اهل بيته، احتراما لزوجته وبناته. وحقوقي؟ ما بقدر امنعك تطالبي بحقوقك، بس لا تشوهي الصورة الجميلة اللي رسمها راضي الك
ولا حياته. الحي أبقى من الميت. بكفي حرمت حالي من الخلفة لأنه ما بده أولاد. على العموم ما في داعي نكمل بالموضوع أكثر من هيك. لازم نرجع لبلدنا وتكتفي باللي عندك إياه. قلت لك ما رح أسكت عن حقي. حاضر يا جمانة. بتصل بوالد الست أصايل وبحكي معه وبحاول إنهي الموضوع معه بسلام. سلام؟ منين بدي أشوف السلام وأنا حيرتي كل يوم عم تزداد؟ حيرة ولا غيرة يا جمانة؟ أنا ما رح أنكر إني غيرانة يا فارس. إيه غيرانة من بيته وبناته وأصايل بعد ما شفت العز اللي عايشة فيه. وهذا الشيء اللي محيرني يا أسامة ومخليني ماني بعرف أفكر. الحين العم راضي صاحب الأموال والشركات يصير مديون؟ لا مديون من الواحد أول مرة نسمع عنه. حس شيء لخبط يا أسامة. لا وبعد عساف اللي ماخذ كل حقوقه وحنا شاهدين يصير بعد العم راضي مديون له؟ طيب إذا كان كل هذا العم راضي مديون وأنا وإنت عارفين زين الشركة وكيف أرباحها، وين الفلوس اللي أخذها العم راضي؟ وين وداها؟ Thank you. وبعدين هذا اللي اسمه حمزة وش فيه؟ ليش للحين ما لجى للمحاكم واخذ حقه؟ ما تعتقد انه نصاب زي عساف ويبي ياخذ الفلوس بشوية اوراق مزورة؟ لا، حمزة هذا مو بنصاب. حمزة هذا وراه سر وللحين ما انا مقادر اعرفه. وراه سر؟ اي سر يا اسامة. طيب وش اللي مخليك تفكر ان فيه وراه سر؟ العم راضي. العم راضي؟ ايه العم راضي يا اسامة. طيب علمني فهمني بدل الغاز هذه كلها. العم راضي يا أسامة ما كان يخبي علي شيء، بس ما عمره قال لي عن حمزة ولا عمره قال لي انه أصدقه بالكويت او اي تجارة. وش تسمي الشيء هذا؟ ما تعتقد معي ان العم راضي ما كان يبغى يتكلم في الموضوع هذا وخلاه سر؟ طيب ليش؟ يمكن العم راضي كان خايف على تجارته ولا بي احد يعرف انه خسران، ما بيهز سمعته بالسوق. طيب حمزة هذا نقدر نتأكد منه زين ونعرف حقيقته؟ شلون يعني؟ نتصل بالأرقام الموجودة معك في الكرت نستفسر بشكل ما يثير الانتباه، وأنا بطلب من الدليل رقم تليفون غرفة وصناعة تجارة الكويت وأعرف شيء عن شركته ونشاطها. طيب إذا كان كل شيء مضبوط بكذا يصير الرجال صادق، وما علينا إلا نقوم بواجبنا تجاه صاحب الحق. إذا كان كذا ما أقول غير. الله يرحمك يا عم راضي. ورفض طلب زياد؟ وعامله بطريقة ما هي بزينة. هذا وإحنا اللي بنكبره يقوم يزغر نفسه؟ على باله إذا رفض يعني كلامه بيمشي؟ أصايل أنا أقول يا بنيتي افتحي الأوراق اللي تركهم لك راضي علشان نفتك من عساف ولا قوته. أنا ما خاف من عساف يبا. عساف ناوي نية شر وأنا تأكدت من الشيء هذا اليوم. قلت لك يا يبا ما خاف من عساف. لازم تخافين يا صايل. عساف كان قبل شوي عندي وطلب مني طلب غريب، لهجته ما عجبتني. شبي عساف؟ عساف تقدم اليوم لخطبتك ويبي الرد. ايش تقول يبا؟ عساف يبي تزوجني؟ هذا صح ولا مجنون؟ اخوه توه ميت وهو كبر بناتي ويبي تزوجني؟ خلاص؟ ما في خجل ولا حياة؟ اشوف سيارة ابو عبد العزيز هنا، موجود هو؟ اي لحظة. بسرعة. سيد عساف على الباب. طيب روحي. شفت شلون يا بنيتي قاعد يراكض وراي من مكان الى مكان؟ ابيك تقابله يبا، بس انا بطلع البس عباتي واجيك. أصايل انا الاواني يا يبا، ابي افض الموضوع كله. ليه متى عساف سيف مسلط على روسنا؟ خير يا عساف؟
أبد الحقيقة يا أبو عبد العزيز، كنت مرة باخذ نجود وقلت يوم شفت سيارتك فرصة نتكلم في الموضوع قدام الكل. تفضل يا عسى. هذا احترامك لزوجة أخوك؟ ما حد قلل من احترامك يا معد، والزواج أمر محله رب العالمين، وانت الحين رميت أخوي. أنا أتزوجك أنت؟ أستبدل الذهب بالتراب وأدخل شريكة على نجود؟ وليش ما تتزوجيني يا صايل؟ عقب راضي نجوم السماء أقرب لك. تمني كلامك يا صايل، ولا تخليني أطلع من طوري. الحشيمة عقبها اللي قلتيه مو بلك، هي لهالرجال الكبير اللي واقف قدامي. وانت عقب موقفك هذا تبي تدفعين الثمن على كل كلمة قلتيها. عيب يا عساف، انا رجال كبير واقف قدامك، ما انا بجاهل. انا محترمها علشانك واقف قدامي، لكن انا ما اسمح لاحد يهيني. وقل بنتك، قل لها لا عاد طول لسانها علي. بنتي زوجة اخوك يا عساف. كانت زوجة اخوي، الحين اخوي مات وبظل زوجة راضي يا عساف، رضيت أو ما رضيت. تظن أبدل ذكرى راضي بواحد مثلك؟ اظفر راضي يسوى الدنيا وما فيها. إلا قصدك يسوى مليون واحد مثلي، ها؟ قوليها أنت، خلاص لا عاد في حشيمة ولا تقدير، والظاهر أنك نسيت أن أنا عم بناتك، والظاهر أنك نسيت أني مرت أخوك. لا ما نسيت، بالعكس، وهذا أنا جاي أعوضك أنت وبنات أخوي، جاي أعرض عليك الزواج علشان البنات لا يحسون باليتم. البنات حسوا باليتم من مات أبوهم الله يرحمه، كنوز الدنيا كلها ما تعوضهم لحظة حنان من راضي، ومن قال عمي مثل أبوي ظلمني. يا ولدي الزواج مو بغصب، وصايل ما لها خاطر بالزواج بعد راضي الله يرحمه ويحلله. على العموم أنا قدمت اللي عندي، وكنت حريص أنها تعيش على نفس المستوى اللي كانت عايشة عليها أيام راضي الله يرحمه، لكن وش أسوي؟ ما لها في الطيب نصيب. وش قصدك يا ولدي؟ أنا بخليها تقعد في البيت مع بناتها، هذا كرامة بس الراضي الله يرحمه. تطردني من بيتي يا عساف؟ هذا بيتي وبيت بنات أخوي اللي أنا وصي عليهم بحكم الشرع. يا مرت أخوي، أقصد يا أرملة أخوي. ونجود زوجتك وبنت خالتك ما لها خاطر عندك؟ هذا شيء خصني أنا ونجود، مالك شغل فيه. وللمرة الثانية أقول لك أنت اللي بديتي. لا يا عساف، ما راح اتركك تلعب بحلالي وحلال بناتي على كيفك. بيني وبينك الشرع يا صايل، حد الله بيني وبين مال الايتام، وبنات اخوي بياخذون حقهم بالتمام والكمال، واذا حبوا يقعدون معي فهم اعقل من امهم، واذا اختاروا العكس هم احرار، خلاص صاروا كبار ويقدرون يختارون اللي هم يبونه، وحقك الشرعي بيوصلك من صافي الحلال، من حر مال زوجك. طبعاً بعد ما أخذ الديون اللي لي عند راضي ونشوف موضوع الشركة اللي في سوريا. ديونك عند راضي؟ وأنت لك حق عند راضي؟ وبكذا أنا ما أكون ظلمت أحد. جود يلا البيت، يلا. منا بخالصين اليوم. وش عندك انت بعد يا بنت راضي؟ طلعي اللي في قلبك، فضفضي. ماني مصدقة انك عمي اخ ابوي تتزوج امي. هذا اللي قدرت عليه؟ هذا الرعاية اللي متوفره لنا يا عمي؟ هذه هي لك. يلا انتوت.
زين سويتي؟ وانا دائما خليني بالصورة بأدق التفاصيل يا شراح. ايه خليني اعرف كل شيء. ايه بعدين هذول المواعيد هذا خلي بعدين. مو انا مستعجل موعد سفري. انا باشر اتصل فيكم واقول لكم عن موعد سفري. لا 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 تشغلين بالك. خلاص بارك الله فيك، يلا مع السلامة. من المتصل؟ يكون حساف. اشوفك لحالك. هلا هلا استاذ خالد، حياك. الله يحييك. الو، السلام عليكم. هذا بيت راضي احمد، ممكن اكلم زوجته؟ حضرتك عظم الله اجركم. انا بصراحه صديق قديم للاستاذ راضي الله يرحمه،
وعندي أوراق مهمة لازم أقدمها لكم. نعم؟ عند الوالد أبو عبد العزيز؟ طيب ممكن أعرف رقم تليفونه؟ لحظة لحظة. تفضلي. إيه شكرا. اسمي حمزة عبد الهادي. شكرا بارك الله فيك. مع السلامة. بنتك مي مصدقة ان راضي مديون لي. مو مديون لي وبس، كثير من العقارات باعها لي، دخل في صفقات تجارية وخسر فيها وانا اللي كنت اساعده، ويوم كثرت عليه الديون باع لي كثير كثير من الممتلكات، وما اظن ان ام وعد عندها فكرة عن الموضوع لانه كان حريص حريص جدا انها ما تعرف شيء. حد علمي يا عساف ان راضي كان يقول حق زوجته على الصغيرة والكبيرة؟ يجوز في الامور البسيطة والامور العادية، لكن في صفقات تجارية وخسارته ما اظن انه كان يقول لها. وش تبي مني هالحين؟ انا ما ابي منك شيء، انا بس حبيت اعلمك عشان تبلغ بنتك. هذه صورة من الأوراق، نسخة لك ونسخة لبنتك، تطلعون عليها علشان أنا قريب خلال هاليومين أبدأ البيع، لأني أنا محتاج فلوس. عن إذنك يا أبو عبد العزيز. تعرفها في بيت ابو عبد العزيز. يا ابو زياد افهمني، اقول لك يا ابو مستندات واوراق وكاهم قاطب قدامي انا، تعال انت ويا الولد زياد يا معود، عن إذنك يمكن عساف رجع، فما لا أنا في انتظاركم، فما لا يا أخوي. يا عبيد شوف من عند الباب. أبو عبد العزيز، حمزة عبد الهادي. عساف يا خالتي، كل واحد ياخذ نصيبه بهالدنيا، لكن عساف يبي ياخذ حقه وحق غيره. هدي نفسك يا بنتي، هدي نفسك، وما عليك من الكلام اللي يقوله عساف، هذا بس مجرد كلام ما يقدر يسوي شيء. لا يا خالتي، كل كلمة قالها يقصدها، لكن أنا بعرف شيء واحد، هالديون هذه متى خذاها منا راضي؟ الناس كلها تعرف إن راضي هو اللي كان يصرف علينا كلنا، وظن أنت تعرفين موضوع البيت القديم. طبعا يا بنتي أعرف، وما عليش من كلام عساف، ولين عساف صمم يسوي اللي في راسه أنا اللي بوقف له، والأوراق عندي في البيت، لين رحت بطرشهم لك، ما عليش منه. خير إن شاء الله. ألو، هلا يبا، خير؟ إيه، اتصل فيني
أعطيته رقمك وعنوانك. والله يا يبا ما أدري إذا كان صديق راضي ولا لا. هو عندك الحين؟ طيب خير إن شاء الله. وعساف بعد؟ إيش يبي؟ طيب يا يبا إذا خلصت من ضيفك ممكن تكلمني؟ مع السلامة. خير يا أصايل؟ خالتي تعرفين واحد اسمه حمزة عبد الهادي؟ أنت حمزة عبد الهادي؟ اي نعم. وكل صديق الراضي الله يرحمه ويغمد روحه لينا. وانت اللي رحت المكتب وقلت حق عساف عندك صفقة؟ الظاهر زياد قال لكم. اوه الظاهر انك تعرف كل العائلة. ما تقول لي وش تبي؟ حقي. حقك عندنا ولا عند عساف؟ حقي عند راضي. الله يرضى عليك. انا ريال كبير ولا اعرف هالالغاز هذه. انا ابيك تتكلم معاي بصراحة. علشان شذي انا جايك يا ابو عبد العزيز، واعرف انك ريال صالح وحقاني. ترضى ان واحد يعتدي على حق الثاني؟ قلب القريب عشرة العمر تمادى في خطا مو غريبة يضمد جراحك غريب الوفي غير الوفا شنهو بالعدل كل من لا حق ف
في الدنيا.